فضيلة الشيخ حفظك الله، هل تجوز للنساء صلاة الجمعة في بيت واحد خلف الإمام وبينهما طريق العام؟ نعم، النساء لسن مخاطبات بالجمعة ولا بالجماعة إلا في صلاة العيد، فقد أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجن. لكن لو حضرنا إلى المسجد وصلينا مع الناس صلاة الجمعة أجزأت عن الظهر. أما إذا اجتمعنا في بيت وأقمنا الجمعة فلا تصح صلاتهم. وبينهما طريق العام. وكذلك إذا صلينا في بيوتهن خلف الإمام. فإنه لا تصح صلاتهم. وبين المسجد وبين هذا سواء كان بين المسجد وبينهن طريق أو كنا ملاصقات للمسجد. نعم.